هذه الأيام خفت الحركة التجارية، بس بالبداية كان في إقبال يعني من الناس لأنها خافت نتيجة التحذيرات اللي صارت بالحرب، والناس عبت بضاعة وعبت كل إشي. بس إسا في هدوء بالشارع، بالبداية هن اشتروا ومونوا حالهن منيح، بس إسا لا، إسا في هدوء هدوء يعني نتيجة يعني إحنا عايشين بصعوبات مادية من قبل الحرب. طبعا أثرت الحرب، في كتير مكاتب اللي هي مغلقة، في كتير خدمات مش قاعدين يعني ناخدها زي ما لازم، لأنه إحنا زي ما بتعرف بنستورد، وفي كتير بضاعة بالمينا يعني من أسبوعين ثلاثة، في يعني من لما بلشت الحرب لليوم فش حدا بيجاوبنا، في إلنا بضاعة بالمينا مش عارفين نطلعها. فهذا أدى لكتير يعني صعوبات، والوضع لا مش زي ما لازم يعني مش تمام الوضع. ليش صاركم تستنوا بهاي البضاعة بالمينا؟ احنا الحرب صارت بسبعة الشهر، البضاعة وصلت بخمس الشهر، من وقتها لليوم بس مماطلات، كل ما بدنا ورقة كل ما بدنا اشي، في كتير يعني عراقيل. الاشي هذا بيأثر عليكم كأصحاب محلات؟ طبعا تنساش انه الدولار كتير ارتفع، أدى إلى ارتفاع كتير لأسعار كل المنتوجات لأنه كلياتها مستوردة. تاني إشي هاي التأخيرات كلياتها إحنا كتجار اللي ندفع ثمنها، فبالتالي المستهلك بده يدفع الثمن. طيب ماذا بشأن الأسعار؟ هنالك من يشكو من رفع الأسعار من مواد التموين الأساسية وبشكل عام. شوف إحنا، أنا بحكي عنا إحنا، بالبداية لما صارت الحرب لا رفعنا أسعار ولا سوينا إشي لأنه إحنا مجبرين نحس مع الشعب، بس هي الأسعار كلها ارتفعت علينا، فبالتالي يعني إذا مش هذا الشهر الشهر الجاي رح ترتفع أسعار البقوليات، الرز، الزيت، كل هاي الشغلات الأساسية اللي هي كل بيت بحاجة لهذا الإشي.